السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار. في فيديو جديد حول طريقة تفعيل واستخدام خاصية استيكرات واتساب الجديدة على تطبيقات الواتساب للهواتف الذكية، ابقوا معنا. أعلنت شركة واتساب التابعة لفيسبوك قبل أيام عن إطلاقها لخاصية استيكرات واتساب التي طال انتظارها من قبل الملايين من المستخدمين لتطبيقات حول العالم، ليلحق التطبيق بذلك الركب من التطبيقات الخاصة بالمحادثة الشهيرة مثل فيسبوك وماسنجر وتطبيق فايبر وتطبيقات أخرى شبيهة. وستتوفر استيكرات واتساب الجديدة على شكل حزم لشخصيات كرتونية طريفة تتضمن وجوها تعبيرية يمكن تحميل كل مجموعة على حدة. كما أعلنت الشركة أنه سيكون بإمكان المصممين ومطوري التطبيقات إتاحة ملصقاتهم الخاصة، أي أنه سيكون بالإمكان شراء وتحميل استيكرات من مصادر أخرى غير واتساب نفسه. كيفية تفعيل استيكرات واتساب على أندرويد وآيفون؟ لقد بدأت ميزة استيكرات واتساب بالوصول إلى مستخدمي التطبيق حول العالم بشكل تدريجي، ولضمان وصول الخاصية إليك تأكد من قيامك باستخدام أحدث إصدار من التطبيق على جهازك، أو قم بتحميل تحديث واتساب من متجر تطبيقات جوجل بلاي بالنسبة لأجهزة أندرويد ومتجر أب ستور بالنسبة لأجهزة آيفون. خاصية ملصقات واتساب التعبيرية على أندرويد متاحة بدءا من الإصدار رقم 2.18.329 والإصدار رقم 2.18.100 بالنسبة لأجهزة iOS. لتفعيل الخاصية واستخدامها، أولا توجه إلى صفحة المحادثة مع الشخص الذي تريد إرسال الملصق إليه من خلال تطبيق واتساب على هاتفك الذكي أو حتى واتساب ويب. ثانيا اضغط على زر الابتسامة الخاصة بإرسال الرموز التعبيرية الإيموجي في صفحة المحادثة. ثالثا ستجد في الأسفل الزر الخاص بالبحث عن صور جيف أو جي آي إف، الصور المتحركة، وإلى جانبه الزر الخاص بإضافة الملصقات. ستجد هناك مجموعة من الملصقات المتاحة والخيارات الأخرى لتحميل وإزالة وتخصيص مكتبة استيكرات الخاصة بك. رابعا اختر الملصق المناسب لما تريد التعبير عنه واضغط عليه ليتم إرساله. خامسا استمتع. إليك الآن عزيزي المشاهد طريقة إدارة وتحميل استيكرات واتساب. عند توجهك إلى تبويب الملصقات داخل أي محادثة ستجد على الجانب الأيمن زر بلس أو زائد، قم بالضغط عليه لتظهر لك مكتبة ملصقات واتساب المتاحة للتحميل. قم باختيار ما يناسبك منها وإزالة ما لا يناسبك من خلال الأزرار الموجودة إلى جانب كل مجموعة. إذا لم تصلك الخاصية إلى الآن فلا داعي للقلق نهائيا، فهي في طريقها إلى جميع المستخدمين حول العالم. ولكن كما تعلم فإن عدد مستخدمي واتساب حول العالم يتجاوز 1 مليار مستخدم، وبكل تأكيد الشركة بحاجة إلى وقت لتوصل الخاصية إلى جميع المستخدمين. ادعمنا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لكي يستفيد الناس من هذه الخاصية، وإلى اللقاء.